معنا اليوم الفنان التشكيلي خالد ركلي أبو الهول، يعمل على فلسفة الحرف العربي والعنف الفكري والثقافي والديني ضد المرأة. له أكثر من 70 معرض فردي وجماعي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بك تخبرنا عن الحرف العربي اللي أنت بتشتغل عليه وكيف تبني لوحاتك؟ لا، بالبداية حرف العربي لا نقدر نفهم قواعد وهيكلية الحرف عند العرب. نرجع بالبداية إلى الحرف الهيروغليفي الذي كان ببداياته حرف بصري منه صوتي يرسم رسما. فيما بعد جاء الكنعانيين والفينيين الذين ركبوا وأخذوا فلسفة الحرف من الفراعنة وطوروه وعملوا عليه. بعدين أجا العرب أخذوا نفس الفكرة اللي هي فلسفة، يعني فلسفة اجتماعية، فلسفة الحرف. مثلا الألف بالحرف العربي مأخوذ من شخصية وجمال المرأة العربية، وفيما بعد دمجت أو دمجوها بطريقة بالحالة التزيينية هي الخط بشكل الرجل العربي، ووضعوا الحطاطة العربية، وفيما بعد أخذوها وجردوها وصارت مثلث صغير على رأس الألف. فمع مرور الزمن صار تطوير علمي وفكري وفلسفي بالحرف العربي. فيك تخبرنا عن معارضك وين موجودين؟ هلا انا عامل يعني معارضي غزيره بالفتره الماضيه، عندي تقريبا شيء 70 معرض جماعي وفردي في بتركيا، بلجيكا، بسوريا، هون ببيروت عندي عده معارض فرديه وجماعيه، وعمالي المقتنعة يعني موزعة في العديد من البلدان العالم. وكيف بتحارب فكرة العنف الفكري والثقافي والديني ضد المرأة لوحاتك؟ هلا هيدي مشكلة متعمقة بجذور المجتمعات العربية. في عنف فكري اللي هو بيؤدي فيما بعد للعنف الجسدي. احنا عنا مشكلة أساسية هون بالمنطقة العربية، من الأمثال الشعبية، من العادات والتقاليد اللي تورثناها ونحن عم نعيشها، فبالتالي منطبقها على المرأة. فيما بعد هذا كله يؤدي تراكم هذه الثقافات أو الأمثال الشعبية أو الفكر العقائدي الموجود بالمجتمعات يؤدي إلى العنف الجسدي للمرأة العربية. كمان بتشتغل مع جاليري مارك هاشم، عنده 3 فروع صحيح، اللي هن بنيويورك وباريس وبيروت. فيك تعطينا شوية هيك؟ صار لي تقريبا ما يقارب أكثر من 3 سنوات بشتغل مع جاليري مارك هاشم بفروع 3. هو جاليري مهمة، عنده بنيويورك بمركز تجاري ضخم، وعنده بوسط باريس، هون ببيروت بوسط بيروت. هن بيهتموا بأمور شغلي وتنظيم المعارض ببقية أنحاء العالم. هلا عندك معرض ببيروت؟ صحيح. عندي معرض ببيروت، كوني أنا بشتغل أول شيء شغلي شوي معقد، والعمل الفني صار عندي عمل مركب، ومن أصعب الأعمال الفنية الموجودة إن كان بالسينما أو بالمسرح أو بالتلفزيون هي الأعمال المركبة. وبالتالي اليوم في العمل الفني ما ضل إنه نرسم مثل أي إنسان أخذ اللون وخلص رسم وعم بطلع شيء عنده. العمل الفني اليوم بكل مكوناته تحول إلى عمل مركب، فبالتالي تقدر ركب عملي أنا بحاجة ماسة لموديل. فعادة بختار موديلاتي من عرضات الأزياء، ملكات الجمال، من وجوه المجتمع المعروفة، فنانات ومطربات. بختار الفكرة طبعا بالتعاون مع جمعيات العلاقة بحقوق المرأة ببيروت، بالخليج العربي، بالسعودية، بسوريا، حتى في بأمريكا وبباريس، على تواصل دائم مع منظمات حقوقية تهتم بقضايا المرأة والعنف الفكري ضد المرأة الشرقية. فعادة بأخذ الأفكار، أنا بقعد معهم نسمع قصص وروايات، يعني بدخل على إشياء أحيانا ما لها علاقة بالفن، إنما هي أساس وجوهر العمل الفني اللي عم بيشتغله. فبجيب هالموديل أحيانا بربطهم، أحيانا بجنزرهم، يعني في أكثر من حالة بقدر بكون العمل فيها.
للمهتمين بأمور لوحاتك كيف يتواصلوا معك؟ هلا عادة يكون التواصل مع الجاليري اللي عم بشتغل معه أنا بأي بلد كان في له فروع على الجاليريات، أنا بتم التواصل معهم، وبشكل خاص في عندي مواقع التواصل الاجتماعي موجود، خالد ترقلي قبل هول بحط اسمي بلاقي اشياء، وفي عندي الويب سايت نفس الاسم. واذا كان في شيء بخصوص المعارض او شيء في عندي مديرة اعمالي اللي هي بتنظم لي كل هالامور، سيدة ليندا ابو خاطر امي بيروت. فكرة انها كلمة اخيرة؟ لا بشكركم، شكرا جزيلا لكم، شكرا لاهتمامكم بالفن التشكيلي والامور الثقافية. نشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتنا، على أمل لقاء فيكم قريب.